لازم نطلع هذا الفيديو، هذا اي بي بي فيديو. خلينا ارد اقدام ازاي. هلا بنحاول ياخذ هو سنجولاريتيز لجوينتس مختلفة. ريست سنجولاريتي. ريست سنجولاريتي اللي حكينا عنها زي اللي حكينا عنها هي ثيتا 4 ثيتا 6 وثيتا 5. لما ثيتا 5 بتصير 0 واظن هلا بحاطط ثيتا 5 وضعية 0 لانه اظن هذا زوايا نفس تبعت البوما 560 يا اسماعيل. نعم. هذا نفس الزوايا تبعت او نفس الارينجمنت تبعت البوما 560 مضبوط. الفاليوز مختلفة. 6 degrees of freedom مضبوط. والزدز نفسهم. نفس ترتيب الزد بس الاوفسيتس ما فيش اوفسيت هون او في اوفسيت واحده انت فرجيتني انا من المره. اوكي هاي شفتوا كيف تحرك الريست بسرعه عند نقطه معينه لانه هو على فكره رغم انه البوز الاورينتيشن نفسها انت راح تستغرب تقول اذا انا بدي احافظ على نفس الاورينتيشن ليش يكون عندي مشكله بالريست؟ بس تذكر انه اللي ورا الريست عمالها بتتحرك فحتى اضل محافظ على نفس الاورينتيشن لازم احرك الريست. هي الشولدر سنجلاريتي، الشولدر وينها؟ هي الويست ثيتا 1، هي الشولدر ثيتا 2. طبعا هاي هو لسه ما اظهر السنجولاريتي، بعرف ايش اللي عم بعمله بحاول يفرجي، كانه بحاول يفرجي انه الجوينت سبيس بلاننج بتجنب السنجولاريتي، ما بعرف ايش اللي عم بعمله بالاول بس هلا بتبينها. بس انا شايفها ويست سنجولاريتي مش شولدر سنجولاريتي. اوكي البو حاول يحرك حركة بسيطة هون فعم بضطر يعمل هيك بالقلب ويحرك القلب بسرعة.